زال مشكل تواجد الحفاة بمدينة زايو يزعج ساكنة المدينة والسائقين على وجه الخصوص، كما هو الحال بشوارع الحي الجديد. جولة بسيطة لأي زقاق أو شارع يعاين المرء هذه الحفر التي تهدد سائقي السيارات والراجلين على حد سواء. القناة قامت بجولة زارت خلالها بعض الأزقة والشوارع بالحي الجديد، حيث التقطت الكاميرا الحفر المنتشرة في كل مكان والتي تهدد في غالب الأحيان المواطنين والسائقين بمشاكل خطيرة وحقيقية. الحفر المنتشرة بمعظم شوارع الحي الجديد أثارت موجة غضب وسخط كبيرين وسط العديد من المواطنين، كما هو الحال لدى هذا المواطن. معكم محمد عمراوي من سكينة الحي الجديد. سكينة الحي الجديد اللي يعتبر الحي الجديد من أقدم من الأحياء في المدينة، ولكن كباقي المدن وكباقي الأحياء كيعاني التهميش وكيعاني بزاف ديال الأمور، من ناحية ديال الطرقة، من ناحية ديال التشجير، من ناحية ديال الإنارة، من ناحية ديال الآخر. يعني ما كانش الاهتمام اللي خاص، اللي كنتمناه الاهتمام اللي خاص يعني ندار المدينة. الطرقان دابا كما يقول يعني ما عرفش شحال، يعني كما يقولوا سنوات وهي الحفار ولا خذا. يعني احنا كنتمناو غير شويه غير الترقيع عادي يكون اصلاح، يعني ربما اصلاح. ما كانش ميزانيه، ما كانش زاك، ما كانش بزاف ديال الحوايج، ولكن بالنسبه للاخر الانسان يخدم غير واحد شويه بعد يخدم الترقيع ديال 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 الحفار يترقعوا يعني مزيان باش الوطيط يمشي المستوى، يعني وسائل النقل كامله. يعني الانسان كيعاني بزاف هذا، يعني بهذا القطاع هذا. وكنتمنوا المسؤولين يشوفوا هذا الاتجاه هذا، ويكون عندهم واحد الضمير حي ويفكروا في هاد الاحياء الحي الجديد وجميع الاحياء المدينه، ونتمنوا الخير للمغرب كامل باش عاد يعني اللي كيكون في واحد البلاصه ومسؤوليه يدير شي، يعني يخدم يعني يبين انه راه مسؤول، يعني راه مسؤول امام الله وامام المواطنين وامام المنتخبين اللي انتخبوا عليهم، يعني باش الامور تكون مزيانه. الا خدمت المدينه راك غادي تخدم انت اللي كنتايا، انت ربما انت غادي تطيح ديك الحفره، غادي يطيح مسؤول، غادي يطيح اي واحد غادي يوقع في هاد الاخر. ونتمنى الخير للجميع. ورغم الاصلاحات العديده التي باشرتها مصالح الجماعه والمتمثلة في وضع طبقات الحصى والزفت بعدد من الشوارع بالمدينة ومنها شوارع الحي الجديد، إلا أنها تعبت من جديد وأصبحت كما كانت عليه من قبل.